طيب نستمر في تصحيح الشرائح التي لدينا. يجوز تقسيم منطقة البلدية إلى مجالس محلية بقرار من الوزير ينشر في الجريدة الرسمية. قبل أن ننظر إلى الترجمة، أود أن أعرف هل هذه الجملة تتكون من أي شيء تعتقدون أنه سيظهر في قوانين أخرى، شيء متكرر؟ وما هو هذا الشيء إذا كان موجوداً؟ ما هو الشيء الذي يمكن أن تعتقدون أنه سيتكرر؟ هل يحب أحد أن يتحدث عن ذلك؟ هذه الجملة، ما الأشياء التي تعتقدون أنه سوف لدينا إذن ينشر في الجريدة الرسمية؟ هذه واحدة، نعم. إذا أستطيع أن أذهب إلى القوانين الأخرى وأحصل على هذه الجملة دون أن يعني بقرار من، وليس بقرار، نعم، مي، بقرار من، بقرار من، وبقرار من الوزير. هذا منتشر جدا، نعم، هذا الشيء صحيح. طيب، إذا it may divide the municipal، يجوز تقسيم، ليس يجوز تقسيم هنا بالpassive voice. فإذا بدلا من أن تقول the municipal area، هي area على فكرة ليست area، لأنما هي region، لأن البلدية تحكم منطقة بسموها region عادة. the municipal region ماي. لماذا قلنا ماي؟ نعم، الأخت الفاضلة ذكرت ماي وهي صحيحة، ماي لأنها للجواز. may be divided into مجالس محلية. آمنة معي أنت، ما معنى مجالس محلية؟ يبدو آمنة ليست موجودة الآن معنا، لا مشكلة. إذن councils بالإس وليس بالمفرد إنما بجمع. كيف نترجم بقرار من الوزير؟ كيف نترجم بقرار من الوزير برأيكم؟ by minister decree. هي ليست by minister decree، by a by by a the ministers، لأنه معروف وليس a minister، إنما معروف هو وزير، المقصود فيه وزير البلديات. minister's decision بقرار من الوزير. by the decision published in the official gazette. لكي نتحقق إذا كنا يعني شكاكون في الموضوع. to be published، والله أشك يا بلقيس أن أقول to be published، أشك، لكن لا أستطيع أن أقول إنها خاطئة، لكنني أشك في ذلك. كتبنا the minister's decision published in by a decision from the minister. غالب الظن by يعني بهذه الطريقة تأتي، by a decision from the minister published in the إلى آخره. إذن هي تستخدم by decision from the minister، نعدلها على هذا الأساس. نعم بلقيس، مفهوم أنه هي to be published، أنه سوف ينشر فيما بعد، لكنها ليس استخداما لغويا قانونيا، هذا هو السؤال. يعني لا يستخدمون بالقانون هذا الكلام عادة. طيب، يبلغ، لا يستخدمون عبارة to be published، هذه العبارة لا يستخدمونها. يبلغ أعضاء المجلس عن موعد كل جلسة وجدول أعمالها قبل عقدها بيوم واحد على الأقل. the council members يبلغ، ما معناها يبلغ؟ يبلغ، ما معنى كلمة يبلغ؟ غير صحيح يا ماي، غير صحيح محمد، غير صحيح. أنتم تتحدثون، بلقيس غلط كمان أيضا، notify، لأنكم تتحدثون عن present simple، المفروض أن تكون present
present simple active المفروض هو أن يكون passive كما قالت بلقيس الآن. نعم shall be notified, shall be notified وليس يعني shall be informed. على كل حال يبلغ معناها notified. The council's members shall be notified of. لاحظوا أن الكلمة خطأ النص. الآن أسألكم سؤالا, ماذا نسمي هذا الخطأ؟ يعني لابد لنا من أن نعرف تسمية الخطأ لكي نبحث عن حل له. ما هو هذا الخطأ كلمة النص؟ خطأ في استخدام المفردات, مفرداته نسميها word usage. word usage نعم صحيح. وكذلك on هو word usage أيضا. notified of the موعد كل جلسة, موعد هو the date تاريخ يعني. of every session and its بالنسبة لجدول الأعمال, ما هو جدول الأعمال؟ آمنة قالت schedule وهو صحيح. عادة يعني يستخدمون كلمة agenda وليس schedule, لكن إذا ذكرتها لا أريد أن أغيرها دون سبب. قبل عقدها بيوم من واحد على الأقل. آمنة ذكرت at least, لكن نقول at least هنا قبل أن least. at least نقول هنا at least وليس يعني بعد. at least يوم واحد one day. قبل عقدها, قبل عقدها before, before it is held يعني قبل عقدها. أود أن أسأل هل آمنة معنا؟ هل آمنة معنا؟ هل آمنة الآن موجودة؟ هناك مشكلة يبدو أنها غير موجودة, لا أعرف يعني. آمنة عفوا أنا لم أرى اليد المرفوعة, تفضلي الميكروفون معك. نعم أنا معك أستاذ, بس أنا ما عندي التشات عشان أقدر أني أبعث لك أنه أنا موجودة. مشان هيك يعني, أنا متأسف كثير والله. طيب آمنة, السؤال لك الآن بما أنك أنا تترجمتي هذه العبارات. نعود إلى الشريحة الأولى. أود أن أذكر لك يعني وللإخوة الأكارم كلياتهم, بداية يسمى هذا القانون قانون بلديات. كانت فكرتنا أن هناك عبارات في القانون, أنا كمترجم أترين أنا أترجم القانون, لا أعذب نفسي, لا أتعب نفسي. إذا كان هناك شيء موجود في قوانين أخرى وأعرف مصدره, على مباشرة أذهب وأعمل copy paste ومباشرة أقدم ذلك دون أي مشكلة. بيت القصيدة الإخوة الكرام أنني إذا ترجمت أنت مثلا قانونا لدولة معينة يتعلق بكرة القدم ونادي كرة القدم في الأردن, نادي الوحدات, في نادي الشباب, نادي السد في قطر مثلا, وتريد أن تترجم قانونه, فأنا لا أذهب وترجم من عقلي. الذي أفعله أنني أول شيء أفعله هو أن أذهب إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم وأخذ المصطلحات وأخذ العبارات وأضع الترجمة في ذلك. هذه العبارة يا آمنة, والكلام للجميع طبعا, هذه ما دام أنها تتكرر, ما دام أنها تتكرر, عندما أقول لك آمنة ترجمي هذه العبارة لا تترجميها بالطريقة الاعتيادية. كيف تترجمينها؟ تذهبي إلى الإنترنت, تبحثي عن أي قانون آخر وتأخذي copy paste, تغيري فقط هذه العبارة قانون البلديات لسنة 2015. هذه طريقتها. يعني أنت تعرفين ربما في الامتحانات أو بالجامعات نقول لك مثلا أعطيني كلمة كذا, فأول شيء تفعلينه تفتحي القاموس, تكتبي على ورقة, تقولي أستاذ أنا أترجم كذا. هذه الطريقة الاعتيادية. لكن الطريقة الخاصة هنا في القانون, وأتحدث عن القانون بالذات, إذا كان هناك عبارة متكررة في أماكن أخرى لا يجوز ترجمتها هكذا. الترجمة تكون copy paste بما يناسب. طبعا أنا لا أقول copy انسخي كل النص, لا, أنا أقول انسخي ما هو مناسب.
فإذا رجدت أي قانون يقول لك يسمى هذا القانون، خذي ما ترجمه هناك ووضعيه هنا عندك، ثم تحتاجين إلى قانون البلدية تترجمينها عادي، لا مشكلة أنت تترجمينها لأنها قد لا تكون موجودة في أماكن أخرى، ثم يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ستجدين أن هناك قوانين تذكر هذه العبارة بالإنجليزية بالضبط وبحرفيتها، فما دام أنها هي الموجودة نأخذها ونضعها ونريح أنفسنا. الأمر نفسه يتعلق في هذه العبارة، وقد عملنا على ميمو كيو من أجل ذلك. ثم انتقلنا إلى هذه الشريعة، وجدنا بعض الأخطاء. هل تعرفين ما هي أخطائك الآن فيها؟ الأخطاء الموجودة في مجالس محلية local council، هي المقصود local councils. نعم، local council هي في الواقع مفرد ولكن هي جاءت بالجمع، هذا نسميه word forms. نعم، ما هي أخطاء أخرى في هذه الجملة؟ أخطاء أخرى، أنا وضعت decree، أنت وضعت decision by decision decree هذا يسميها word usage، وموجود في كتاب توفل شروحات عنه. نعم، غير ذلك. وهنالك خطأ، أنا لم أضع أنت وضعت by a decision from the minister published in the official gazette، نعم، أنا لم أضع by minister. هذا ستايل يا آمنة، ستايل. من أين لي بهذه العبارة؟ أخذتها من قوانين أخرى في السابق وضعتها هنا. بقي أن أقول لك تقسيم divide. divide غير صحيحة، يجب أن تكون maybe divided. هذا الخطأ نسميه word tense and form، موجود في كتاب التوفل. الأمر نفسه بالنسبة لشيلبي notified هو خطأ بالفعل verb tense and form، يجب أن تقرأي ذلك الكتاب لكي تتقنيه أكثر. و يعني هذه هي الأشياء الموجودة هناك. بالنسبة لي before it is held، هذه لن تتمكني من معرفتها إلا إذا قرأت قوانين كثيرة وعرفت أنها تستخدم بهذه الطريقة. هكذا حظنا نحن في الترجمة القانونية، يجب أن نقرأ كثيرا. وأخيرا لدينا هنا يتكون النصاب القانوني. أعتقد أنها مشكلة، هي ليست نصاب إنما نصاب طبعا لاجتماع المجلس، لأن النصاب لا يمكن أن يكون قانونيا يعني أكيد بأكثرية أعضائه. A quorum for the meeting of the council consists إما consists أو shall consist، عرفتي علي كيف؟ of presence of a majority of its members إلى آخره. هذه غير صحيحة، لا تقولين consist of presence، consist of a majority of its members. هذه الجملة الآن قواعدية صحيحة لكنها لا تؤدي المعنى، إنما a quorum of the meeting of the council of the council's meeting shall be established by the presence of the majority of its members. نعم، يعني أنت قلت consist of a majority of its members، لا تستطيع أن تقول consist of a presence. consist لا تأتي مع كلمة presence، هو هذا خطأ، فأنا هنا صلحتها لغويا لكنها ليست هي المقصود في اللغة العربية. هنا أعطيتك المعنى بطريقة أخرى، لكن ماذا لو أنك، تعالي، ما دام أنك عرفت كلمة كورم، كورم نكتب كلمة كورم، نكتب كلمة members majority، عفوا majority majority، نكتب كلمة presence مثلا، ونكتب كلمة shall لننظر ماذا يعطينا جوجل. A quorum is the minimum of members of the Liberty Assembly. A quorum should be a small enough number. ليست هي التي أريد. لاحظي، انظري. If a quorum is not present at a meeting of any committee, then the quorum shall be present, shall be considered to be as present. A quorum، لاحظي هذه. طيب، أنا سأنسخ الآن copy paste لأنها نفس المعنى. طلعي. A quorum shall require the actual presence of a majority of the members of the local council. ما رأيك؟ شو رأيك؟ هذه ترجمة صحيحة 100%، من أين حصلت عليها؟ السؤال لك يا صحيحة من عمنا. الجوجل. طيب، أنا أترجم بهذه الطريقة، كثير من الأشخاص يترجمون بهذه الطريقة. أفضل من أن أغمض عيني وأترجم وأخطأ، لأن المفروض بالترجمة القانونية ألا نخطئ أبدا. هل الأفكار هي واضحة يا آمنة لك الآن أم؟ أصبحت واضحة. نعم، كما تلاحظين أنا بحثت هنا فوجدت، أحيانا أطول في البحث لكني وجدت هنا. وإذا ما أردت تذهبين إلى أيضا الستار سايت، تعالوا نبحث
كثير من البحث ينتج نتائج جيدة وبعضها لا ينتج شيئا. نكتب نصاب هنا في ستار سايت. تذكروا في المحاضرة الأولى تحدثنا عن موضوع المساعدة. يتكون النصاب القانوني من 7 أعضاء. ماذا يقول؟ 7 members shall form the forum. ممكن تقول the majority can form a forum, يعني forum. طيب إعادته لنصابه لا نريدها، نريد يكتمل النصاب القانوني بحضور 6 أعضاء. 6 members shall constitute a quorum. لاحظ هذا استخدامات الأمم المتحدة. طيب ما المشكلة فيني؟ ما المشكلة إذا استخدمت هذه الاستخدامات؟ يشكل اشتراك 2/3 الدول الأعضاء فيه نصابا قانونيا. هنا نفس الشيء. At that meeting for which 2/3 of the state's parties constitute a quorum. فعندي خيارات كثيرة جدا، خيارات كثيرة وهائلة، لذلك لا أحتاج إلى أن في الجمل الشائعة أن أخترع شيئا، أخترع العجلة وأخذ الشيء كما هو. هناك أيضا موقع آخر يساعدنا بالنسبة للمصطلحات الصعبة. هناك مصطلح UN Terms على سبيل المثال، أعتقد أنه موجود. UN Terms هذا الذي نستخدمه في ترجمة الوثائق الدولية. فمثلا على سبيل المثال لو قلنا كلمة، ما الكلمة اللي مرت معنا الآن، يعني كورم، نصاب. نبحث عن نصاب. طبعا يحدد لي الجملة، هو يريد أن يقول لي ما هي اللغات التي تريد. هي اللغات التي أريدها هذه، العربية والإنجليزية. هناك عدة لغات طبعا. Please enter a search query. أوكي، نصاب، قلنا لك نصاب. انظر الآن مكتمل نصاب كوريت بنصاب قانوني كورم، النصاب القانوني، لاحظتي؟ ما هي؟ هذه هي القضية كاملة. نحن لا نعمل بدون مساعدة الآخرين، لابد من أن يساعدنا الناس. طيب شكرا لك يا آمنة. الآن شكرا أستاذ، الله يبارك فيك. الآن سأنتقل إلى السؤال التالي، وهو من الأخت إيمان فايز. تفضل إيمان، أنا آسف أطلت عليك، لكن يعني تفضل. لا مشكلة، لا مشكلة أستاذ محمد. لو تسمح لي بس بشريحة الباوربوينت، تفضلتم بترجمة عقد الجلسة في الجملة الثانية، تفضلتم بترجمتها one day before it is held. نعم. صحيح؟ نعم صحيح. طيب لماذا يعني لماذا لجأت لهذا التعبير بدلا من holding one day before holding it؟ يعني حضرتك لجأت إلى الباسيف وتركت الأكتيف تون. طيب أود أن أعيد طرح سؤالك والكل ينتبه رجاء، الكل ينتبه بدون استثناء، ضروري جدا أن ننتبه. إيمان تقول لماذا لم أقل before holding this before holding this session، أليس كذلك؟ هذا هو سؤالك. One day before holding it. Yes. طيب لكنني أريد أن أصحح سؤالك لو سمحتي. فأنت لا تسأليني إذا كان passive voice أو active voice حقيقة، لكنك تسألين لماذا استخدمت، يعني عمليا لماذا استخدمت هنا الباسيف voice، لكنه هنا يعني الباست participle، أما هنا present participle. هنا present participle، هنا passive voice. لماذا استخدمت ذلك؟ سبب ذلك لأن before holding، before holding و before it is held. before ما هي؟ عبارة عن ظرف، أليس كذلك؟ ظرف. يس. إيمان، ظرف زمان. ظرف زمان. الإخوة الأكارم الكل ينتبه لأنها قضية مهمة جدا، نحن في القانون لا نستطيع أن نغفل عن هذه القضية. before تأتي مباشرة بعدها، يجب أن يكون هناك فاعل ويجب أن يكون هناك فعل. هنا أنا ذكرت before it is held. الفاعل هو it، تعود على ماذا؟ على تعود على الجلسة. فإذا الكلام cohesion موجود، وهذا وهنا الفعل. إذا قبل أن تعقد الجلسة، لكن هنا before holding this session، هنا الفاعل محذوف. الفاعل دلتا، نسميه دلتا. دلتا يعني محذوف. ولكي نسترد الفاعل من مكانه، نطبق قاعدة نسميها قاعدة السبوردينيشن،
قاعدة السبوردينيشن، وهي أنه يجب علينا أن نذهب إلى المين كلوز ونأخذ منه الفاعل. فإذا ما ذهبت إلى المين كلوز، معنى ذلك أننا لن نستخدم السيشن لأنها ليست المين كلوز. المين كلوز الفاعل هو council members. Council members, yes. فمعنى ذلك one day before holding the session، فأنت تقولين قبل يوم واحد من أن يعقد أفراد المجلس الاجتماع أو هذه الجلسة. في الحالتين إيمان، في الحالتين المعنى واحد، لأنه من الذي يعقد؟ هو members هم الذي يعقدوها، يعني لا مشكلة أبدا. لكننا في القانون أحيانا نكون حريصين زيادة عن اللزوم، فلا نحب أن نتجاوز الكلام، ولكننا في الحالتين هو المعنى واحد. أنت قلتي before holding this session، before holding this session أصبحت الجملة قبل أن يعقد الأعضاء الاجتماع، وهو صحيح لا مشكلة فيها. أنا بالنسبة لي قلت لك before it is held، قبل أن تعقد الجلسة، وفي النهاية واحدة، إثناهما واحدة. الفرق بيني وبينك هو فقط قواعد اللغة الإنجليزية. في حقيقة أعجبني أسلوب حضرتك أكثر، لكني دار في خلدي هذا السؤال. لا لا لا، ما في مشكلة أبدا، لا يوجد أي مشكلة. وتذكري أننا في نهاية المطاف نريد شيئين، نريد ترجمة قانونية لغويا صحيحة، ونريد الأثر القانوني الصحيح. هنا هذه وهذه، لا يوجد أي مشكلة، الاثنان صحيحان. وربما نعمل concordance، نبحث يعني before holding the session مثلا، ننظر إلى استخداماته في الإنترنت، يعني تعطينا 12900 نتيجة لا بأس. before the session is held، دعونا نرى الاستئناس، يعني لا تعطينا أي نتيجة، النتائج غير موثوق بها، لكنني يعني استئناس. انظري هنا 149000، فهنا الاستخدام before the session is held أكثر من before holding the session، وهذا يعطينا مجال يعني للتفكير أنه للترجيح. ممكن يكون أكثر. لكن إيمان، إذا كنت ترين أن هذه جميلة، فهنا ما دام أن المعنيين استويا بالمعنى، استويا بالأثر القانوني، الأمور تمام، عندها وجب عليك أن تأخذي الأجمل والأكثر قربا لك. هل أجبتك على صحيح. سؤالك؟ أكيد. شكرا لك يا إيمان. شكرا على السؤال. شكرا، بارك الله فيك. شكرا. شكرا لسؤالك. نستمر الآن في ذلك، نستمر الآن في هذا الموضوع، لكن قبل هذا أن نستمر أودنا نسأل، ولن نسأل شيء، خلاص ننتقل إلى شيء آخر. الشريحة 36، مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة تناطب المجلس ضمن حدود منطقة البلديات الوظائف والسلطات والصلاحيات التالية. مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة، taking into account، taking into account the provisions، معناها أحكام، effective legislation، أعتقد أنها تأتي بدون S، أليس كذلك؟ ما رأيكم؟ هل تحبون أن نتحداكم فيها؟ legislation consists of a law or laws passed by the government. إذن هو التشريع، يعني لحد الآن مكتوب إنه noun مفرد وليس جمع. noun uncountable، ما معنى كلمة uncountable؟ يعني لا تجمع. فإذن لا يعد، نعم لا يعد، لا يعد، لا يعد، لا يعد. بالمناسبة هل أجبت على كل أسئلتكم؟ لأني لم أنتبه إلى كل ما ذكر حتى الآن، فإذا كان هناك شيء أهملت ذكره أو إجابة على سؤالكم بالشات، رجاء لا أفضل الشات، نفضل في الواقع رفع اليد للحديث، لأنني إذا خلال التسجيل ستلاحظون أن شاشة الشات تغطي على الشرائح. على كل حال، إذن هي ليست legislations إنما legislation. The council shall undertake the following functions, authorities and powers within the boundaries of the municipality area. أعتقد هي region، وبدلا من municipality municipal لأنها صفة،
يوني سيبال، هذا رأيي الشخصي يعني. بعضهم الأمريكان خاصة يحبون كلمة municipality region أو الآخرين. طيب within the boundaries of the region، الترجمة ممتازة. مع تحفظنا على معمورات، ما رأيكم بمعمورات؟ ما رأيكم؟ هل من أحد يقترح شيء آخر عدا عن معمورات؟ بلقيس تقول without prejudice to، subject to، مسرات تقول، و subject to و consideration غلط، by virtue of غلط. طيب من الذي رفع يده قبل قليل؟ لم أستطع أن آخذه لأنه أزال يده مباشرة. نعم الذي، أستاذ طه تفضل. تفضل أستاذي، الميكروفون معك. شكرا لك أستاذ محمد. المعمورات أحكام القانون تترجم subject to دائما في القوانين، نحن نترجمها subject to the rules of the law. الآن قبل قليل تعرضنا لموضوع الشرائح، و ربما أنت استخدمت بعض المواقع الترجمة، ورد فيها أنهم يستخدمون لو أو كود. تذكر أننا تراسلنا في خصوص الترجمة، ما الفرق بين لو وكود؟ لا فرق، لكن هذا يستخدم في فرنسا مثلا، يستخدمون كود مثلا سيفل كود، إذا رأيتها كانت في بعض الترجمات، أو لو عام، يعني عام وخاص، هذا قانون وهذا تشريع، لو أو legislation. لكن نحن هنا يعني نستخدم الاصطلاحين ولا مشاحة بين المصطلحين. طيب لدي سؤال، عفوا، ما المقصود بكلمة مدونة، أو يعني بالمغرب يقولون مسطرة، ونسمع بكلمة هي مدونة، نسمع بكلمة تقنين، نسمع بمجموعة القوانين. هل أنا كنت التقنين، أعتقد أنها كود، أليست هي نفسها الكود أم شيء آخر؟ لا تقنين تساوي تشريع legislation، هذه نعم، واحدة. الكلمة الأخرى لم أتذكر ما هي. مجموعة القوانين، المسطرة، مسطرة، في نعم المسطرة المسطرة هو قانون أصول المحاكمات. هكذا اسمه المسطرة هناك. آه. نعم، هناك المسطرة لأن الإجراءات تسير عليه مثل المسطرة. في المغرب يقولون قانون المسطرة التي تسري عليه الإجراءات كاملة، ثم بعد ذلك يعني نسمي قانون أصول المحاكمات في كل المحاكم، ثم تأتي قوانين خاصة، أصول المحاكمات لدى محكمة الجنايات، أصول المحاكمات لدى محكمة أو محاكم الصلح. فيعني المشرع يضع المظلة العامة وهو قانون أصول المحاكمات، لذلك في دول المغرب يسمى قانون المسطرة، وهو ذاته قانون أصول المحاكمات، أي كيف تجري المحاكمات أمام المحاكم بشكل عام. هكذا سمي المسطرة لأنها أو تلك الأحكام تعد بمثابة القوانين العامة والمسطرة التي تقاس عليها كل الإجراءات بشكل عام، إلا ما خصصه الشارع أو المشرع في بعض القوانين وجعل له وأفرده بقانون آخر مستقل. نعم، إذا يعني عمليا لا يوجد أي فرق كبير جدا بين كود ولو إلا بتسميات بين دول، فقط في الاصطلاح تسميات، نعم تسميات دول أخرى، تسميات من وهذه أجل هذه جعل حياة المترجم جهنما، فهذا هو السبب، ما في غير هيك يعني، هذا هو السبب. لابد أن هكذا، هي فرقة على فرقة يعني يعني للأسف. هذا هو والله، يعني سوء الحظ. شكرا لك أستاذ طه، بارك الله بك، الله يبارك فيك. الله. ننتقل الآن إلى المعمورة كما ذكرنا، إذا لم نعرفها أو يعني لابد أنها ستستخدم كثيرا، فلذلك نذهب إلى قضية أخرى، وهي هذا الموقع يعني يقدم لنا معمورات مثلا notwithstanding. notwithstanding على الرغم، هذه ترجمة خاطئة، أنا أذكر أن هذه الترجمة موجودة خاطئة هنا في الموقع، في وثائق الأمم المتحدة مكتوب معمورات وهو notwithstanding، لكنها ترجمة غير صحيحة نهائيا. هناك subject to، ستجدون أن هذه معمورات تقدم لنا الكونكوردنس تبع معمورات وإنجليزيتها كيف تستخدم.
لكننا سنختصرها إلى عدة طرق. هناك عدة طرق كلها تفيد المعنى ذاته. فمنها على سبيل المثال أن نقول subject to، منها أن نقول without detriment to، ممكن أن نقول without prejudice to، وغيرها كلها موجودة في كتاب دليل الترجمة، دليل العملي في الترجمة القانونية، يمكنكم أن تجدونها، كلها تحمل المعنى نفسه. الاختلاف فقط يكون حسب الجملة، أحيانا تكون الجملة صعبة قواعديا، لنقول subject to فنستخدم without detriment to، without prejudice to إلى آخره. Providing that، provided that، كلها تحمل معنى لكن الصياغة تختلف، تختلف الصياغة. بالمناسبة مرة أخرى أكرر بالنسبة للتشات، أتمنى ألا يكون هناك أي إثارة لاستفزاز لأحد من خلال نقاشاتكم. أنا أحاول أن أقرأ كل شيء لكنني لا أتمكن دائما قراءتها. محمد يقول paying attention، paying attention لا تصلح في نسبة القانون أخي محمد. Under the provisions of بلقيس يعني نقبلها، نقبلها كمعنى يمكن يكون صحيح لكنها ليست قانونية. سهير with the due consideration to غير صحيحة بالنسبة للقانون، القانون لا تستخدم هذه العبارة لأنها غير ملزمة، ليس لها أثر قانوني. نتمنى على كل حال أن نشجعكم دائما على الاقتراحات حتى لو كانت مغلوطة لكي نعرف ما هو الصح. ولكي نتجنب مثل هذه العبارات نذهب بكل بساطة إلى الموقع الذي تحدثنا عليه، ويمكنكم أن تأخذوا منه هذه العبارات. الأستاذ طه مجددا تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل. قلت أستاذ محمد عبارة ليست متساوية، قلت without prejudice to without prejudice subject to، to يعني هدول نحن نعرفها أن هي معناها مع عدم الإجحاف ب، دون لا الإخلال ب. ليست على حد سواء. أوه لا، والله هذه أول مرة. الأولى، تفضل. نعم، الأولى مع عدم الإخلال ب، نعم يعني صحيح، قلت without مثلا prejudice to. يعني هي قد تكون متساوية في نظريا، أنا لا أخل بشيء ما وأراعي شيء ما، أراعيه قد يكون أمرا بشيء معين، يعني مثلا أعطيك مثلا مع مراعاة أحكام قانون المنافسة غير المشروعة يجب أن يكون كذا وكذا وكذا وكذا، بمعنى أننا نطبق أحكام قانون المنافسة غير مشروعة بعد أن يعني أو يعني نطبق أسف القانون الحالي مع مراعاة ذاك القانون، بخلاف مع عدم الإخلال. عدم الإخلال أن الأولوية لمن؟ للقانون الذي أشرنا إليه. واضحة أم أعيد الشرح؟ لا غير سأعيده واضح. بمثال. نعم نعم تفضل. لا، الكلمة الأولى مع مراعاة أحكام قانون مثلا الزراعة لا بد أن يكون كذا وكذا وكذا، وهذا النص ورد في قانون البلديات مثلا، تمام؟ الآن نحن عندما نطبق قانون البلديات نقول أن الحكم هذا نافذ، ولكن فيما يراعي ذاك الحكم الذي ورد في قانون الزراعة يعني يمكن مثلا. مع مراعاة أخف وطأة من كلمة مع عدم الإخلال بي. نعم، مع عدم الإخلال يجب أن يكون أو تكون الغلبة في حال التعارض صحيح، للأول، نعم مفهوم، القانون الأول، نعم مفهوم الآن، لكن مفهوم ليس القانون مع السابق مراعاة، وليس لا أنا. مع مراعاة تختلف، نعم نعم هذه هذه مع مراعاة تختلف، نعم نعم. هذا مصطلحين يعني مختلفين. إذن مع مراعاة يعني هي أخف وطأة من كلمة without prejudice to أو without detriment to. أما نعم without detriment يعني يعني كأنك تجبرهم أنه لا يجوز أبدا يعني. مع عدم الإخلال، نعم مع عدم الإخلال بأحكام مثلا، مع عدم الإخلال بأحكام قانون المنافسة غير المشروعة، إذا يعني لا هذا يجوز يجب أن أبدا يكون في ولا بأي الصدارة، شكل، يأتي القانون الأول يعني وبعد ذلك يطبق هذا القانون. نعم فلنفترض أنني لدي صلاحيات لإصدار تعليمات مثلا، هذه التعليمات لا يجوز لها أن تخالف القانون الذي قلنا أنه مع عدم الإخلال بأحكامه، بخلاف مع مراعاة، أنا عندما سأصدر تعليمات مثلا في كلمة مع مراعاة الحكم التالي أو الأحكام التنظيمية أنا أراعيها، ربما أخالفها لكن يعني آتي بالقانون بما يوافقها على وجه التقرير، لكن مع عدم الإخلال لا، لا يسمح حتى بتعليمات تخالف هذا القانون إطلاقا.
إذا هذه الذي يعني تقييد آراء. والله يا أستاذ طه، هي هذه مشكلتنا نحن في الترجمة، أن نحن بعيدون عن القانون نوعا ما، لذلك لا نستطيع أن نميز بين ما مع عدم المراعاة أو مع عدم الإشحاف وغيرها. هذه هي مشكلتنا نحن في الترجمة، أننا هناك بعد كبير بيننا وبين المحامين، ولا يوجد نقاش مستمر بيننا، ولذلك لا نستطيع أن نعرف. أذكر أنني في إحدى الدورات تحدثت إليك حول هذا الموضوع، كنت أعطي دورة في الترجمة القانونية، فأخبرني المحامون شيئا معينا، ففرحت على نفسي أنني تعلمت معلومة وأعطيتها في الدورات القادمة، إلى أن جاءتني دورة فيها محامون أيضا، وعندما أخبرتهم أنا أعرف كذا في القانون، فضحكوا جميعا وقالوا هذا كان من زمن، لكن القانون تغير الآن، تغير. خسرنا كل شيء وخسرنا سمعتنا إلى آخره. إذا الإخوة الأكارم، لا أبدا. إذا أردنا أن نتعلم درسا من هذا النقاش، فاعلموا أن المحامي دقيق جدا في عمله، والكلمة الواحدة يقول لك أنا لا أستطيع أن أحكيها بهذه الطريقة أو تلك، إلا بعد أن أكون قد درست كل شيء يتعلق بالقانون لكي أعرف وزن كلمتي، فلا تكون هناك أي مشكلة. كما وجدتم، أنا كلغوي مع مراعاة، ولا يمكن أن أميزها بين بالإنجليزية subject to without prejudice without detriment، ولا يمكن أن أميزها ولن أميزها في حياتي. أما المحامي فيقول لك لا، هذه خلافات كبيرة جدا، وتذكر الفاصلة التي خسر بصاحبها مليون دولار بسببها. صحيح. طيب، شكرا لك أستاذ طاهر على هذه الإضافة، بارك، تفضل. هي فقط هناك قاعدة في الترجمة تقول الاختلاف في المباني يؤدي إلى الاختلاف في المعاني. نعم صحيح، فهذا changes the هذه structure المراعاة. changes the semantics of the text. Yes، يعني إذا أردت نعم. أترجمها فيعني بطريقتي. نعم، نعم هذه القاعدة. ولذلك هنا لدينا أستاذ طه أنه المترجمة قالت shall undertake، يعني هو الذي يتولى، لكن النص أنها تناط بالمجلس، يعني بالإنجليزية تناط shall be entrusted with. هل هناك تعتقد أن نعم هناك فرق بينهما؟ بين الأصل يناط بي الأصل الأصل shall be entrusted with، أنه يعني يعطى الشيء ويؤمن عليه ويستأمن عليه، هذا يؤمن معناها. عليه. نعم، نعم أما بالإنجليزية هنا الـ active voice، أنه هو الذي يأخذ هذه المهام، فهل هناك أثر قانوني مختلف لا يعني؟ طبعا إناطة الشيء يعتمد أن يكون هناك جهة نعم، حسب يعني النص الموجود هناك جهة أوكلت تسنده بها. نعم صحيح، تقول أو تسند إلى، بعكس الحالة الأخرى الذي هو يطلب هذه الصلاحيات أو نعم. يسأل هذه طيب الصلاحيات السؤال الثاني أمر هو، هل مختلف. تعتقد أن الخلاف يعني ممكن أن يؤثر كثيرا هنا إذا ذهب إلى المحكمة؟ هل ممكن أن تهز القضايا فقط في هذا الخلاف؟ لا 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 لا، يوجد أي مشكلة. ربما في القضاء الإداري نعم، ربما في القضاء الإداري نعم، ربما في العقود نعم، لأنه يختلف من له الصلاحية، هل تطلب أم أم تو توكل إليه نعم بالضبط. حتى يمارس هذه الصلاحيات. فالأمر مختلف في القضاء الإداري، دقيق جدا، ترد دعاوى يعني وربما يعني يتكبد صاحبها آلاف الدنانير أخطأ في من كلمات أجل هذه معينة الكلمة. يعني في هذه الكلمة أستاذي، القضاء ليس له صلاحيات فيلغى القضاء، يعني يكون عفوا آسف على المقاطعة، لكن يكون ليس لديه صلاحيات، يظن أنه يملك أن يأخذ هذه الصلاحيات ويمارسها كما يشاء، فلذلك تأتي العبارة تناط بي من المناط. نقول مثلا في المحادثات القانونية إن مناط الفصل في الدعوة هو النقطة كذا وكذا، بمعنى أن يعني رحى إجراءات الدعوة تدور حول هذه النقطة، وهذه الدعوة لا تفصل إلا إذا بحثنا في هذه النقطة. فأنيط بمعنى أوكل لي أو أسند لي، فأناطت يعني بمعنى أن هناك شخصا منح هذه الصلاحيات لهذا المجلس البلدي، وليس أن المجلس البلدي يمارسها هكذا يعني كيفما اتفق بلا خطام ولا زمام كما يقولون. فالأمر مختلف في الإدارة، يعني بالذات في القوانين الإدارية الأمر دقيق جدا، ويعني الكلمة قد يعني قد تغير مجرى يعني دعوة كاملة، وقد ترد دعوة، وقد يعني مثلا في إحدى الدعاوى يمنع المجلس البلدي من يمارس صلاحية معينة لأنها لم تنط به أو له تولاها نعم، بنفسه وترد يعني. الدعاوى بملايين، يعني قضايا في أمانة عمان الكبرى لا يحق لأمانة عمان أن تجري هذا الإجراء لأنها لم ينط بها هذه الصلاحية،
أو لم تنط هذه الصلاحية بأمين عمان، وإنما بمجلس أمانة عمان مثلا. فالصلاحية منحت ليس لشخص أمين عمان وإنما لمجلس الأمانة. فالأمور يعني يجب أن تكون دقيقة، بالذات في القوانين الإدارية شديدة الدقة. طبعا لما نتحدث عن القضاء الإداري والمحكمة الإدارية فنحن نتحدث عن المحكمة التي تنظر في إجراءات أو قرارات التي تتخذها المؤسسات الحكومية. مثال ذلك في فرنسا عندما جاءت إحدى البلدات وحملت حظرا للبوركيني الذي تستخدمه المسلمات، جاءت المحكمة الإدارية هي التي نقضت أو علقت على الأقل الحكم الذي صدر عن تلك المدينة. هذا نسميه الأدمنستراتيف كورت أو جوديشيري. يعني قصة طويلة، نتمنى أن نكون ندرس هذا المجال، يعني القضاء الإداري وما شابه ذلك إن شاء الله. شكرا لك أستاذ طه. لدينا سؤال من بلقيس سنأخذها الآن ونسمع من بلقيس. تفضل يا بلقيس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام أولا ورحمة الله أنا بشكر وبركاته. حضرتك وبشكر أستاذ طه وعلى المجهود الكبير ده، الله يحفظك. بس ليا تعقيب بسيط على مع مراعاة أحكام. طبعا هو رأيي وأنا حبيت بس أعبر عنه، لأني أنا شفت يعني واجهت المصطلح ده كتير قوي. مع مراعاة أحكام أنا بشوف إن مراعاة الحكم تعني عدم الإخلال به، وشفت without prejudice to مستخدمة كثيرا، بمعنى مع مراعاة اللي هو يعني subject to. بس فأنا كنت حابة أوضح النقطة دي، طبعا نعم، مع احترامي الشديد للأستاذ طه والرأي طبعا، لكن حبيت بس أوضح إن أنا فعلا صدقتها كتير قوي بمعنى مع مراعاة أحكام. نعم صحيح بلقيس، وأنا معك، أتفق معك تماما. أنا بالنسبة لي صراحة عندما سأستخدم في الترجمة القانونية عندما أقول مع مراعاة لن أفرق بالاستخدام نهائيا بين subject to in accordance with without prejudice to without detriment to إلى آخره، لن أفرق ويزيد مع ذلك لأنني أنا مترادفات لغوي مفيدة أصلا. للمعنى. نعم، تمام هي تمام القضية الأساسية التي ينبغي أن نعرفها بأن المحامين هذا مجالهم، طبعا أكيد فعندما المحامي عندما يدرس القضية يعني يرى بنفسه كيف أن قضايا كثيرة تسقط ويخسر ملايين أصحابها فقط لمجرد وجود كلمة وكذا، فهم يتوخون الدقة أكيد أكيد أكثر أكيد، وده منا. مهم أوي وجود محامي مع نعم حضرتك، صحيح، مهم جدا بيفهمنا كتير. ولذلك أكيد يعني هنا فما تفضل به الأستاذ طه هو يعني في النهاية عندما يعني أنا بالنسبة لي أنا نفسي متفاجئ جدا أشعر بذهول تام عندما قال لي إن مع مراعاة تختلف تماما عن مع عدم الإجحاف بي أو الإخلال بي، لأن هناك فرق تمام حساس بينهما. أنا صراحة صعقت، يعني نفسي لا أعرف تمام هو هذا الفرق الشيء ده أكيد، اكيد هو بيفرق في اللغه القانونيه، لكن اعتقد لكننا احنا نحن قلنا درويش. ننقل المعنى، احنا ننقل المعنى مع مراعاه احكام المقصود بيها يعني عدم الاخلال بالاحكام، نعم يعني ان نفس بالنسبه للمعنى العام اللي احنا محتاجين ننقله للقاضي، وده بلقيس برضو رايي يعني. ما لا لا هي رأيك صحيح، يعني رأيك ورأيي صحيح أصلا. يعني هي نحن في الواقع درويش أمام المحامين. طبعا فنستخدم اكيد ما يحلو لنا. احنا خلفيتنا أستاذ القانونيه طه، مهما قراناها لما تبقى زي الدارس أستاذ بالتاكيد. طه، لن نجامل هنا في هذا المجال ولن نكذب عليك صراحة. أنا متأكد أن كل المترجمين وسوف نستخدمون يقولون ماذا أفعل، أنا مضطر أن أستخدم without prejudice to without detriment to. طب ما ده بقى فسامحنا اللي حابين سامحنا ناكد أستاذ عليه طه حضرتك، اكيد سامحنا. حضرتك نعم بستاذن حضرتك بس اوضح حاجه، ان فعلا في مترادفات كتير جدا بنقدر نستعملها نعم بتوصل المعنى، طالما ما دام يعني ما في دام قانون القاضي زي راضي، كولينز ما دام القاضي بالظبط، راضي. ما نعم دام القاضي راضي وما دام في ديفينيشن ليها بيوضح انها أها بتعني ده، نعم صحيح. فبلقيس علشان وصلت حلو الفكرة، شكرا متشكره لك جدا بلقيس، شكرا شكرا لك السلام عليكم. وشكرا على يعني قوة ردك، يعني انه بالنسبة لي موضوع الاهتمام بالكلمة على انها فعلا يعني متشابهة. شكرا لك، بارك الله فيك. الاخوة الكرام، بالنسبة للموضوع مع مراعاة وعدم الاجحاف، انا اقولها صراحة انا بالنسبة لي والله سأميل دائما الى ان نخلط بين هذه وتلك دون اي مشكلة، فليسامحنا المحامون في ذلك. لكن القضية الأساسية أنه لابد لنا من أن ننتبه أنه في سياق معين فعلا قد تدمر قضية كاملة، وشاهدنا ذلك، شاهدنا ذلك فعلا في قضايا كلمة واحدة وعبارة واحدة جعلت القضية تنسف تماما.
وهذا الذي حدث عدة مرات عندما كنت في محاضرة، يعني في محاضرات كنت أتكلم بكلمة معينة أو شيء معين، أتفاجأ بأن المحامي يقول لي هذه الكلمة لا نقولها. على سبيل المثال كنت ممكن أن أقول سجن، فكان المحامي يقول لي لكننا في القانون نقول حبس، هذه الكلمة المستخدمة. مثلا عند الطلب كانوا يستخدمون المحامون كلمة غب الطلب مثلا. على كل حال، ماذا يقول الأمريكان؟ الأمريكان يقولون غبي من كان محامي نفسه، غبي من كان محامي نفسه. دائما يقولون هناك أشياء لا نفهم بها، فيجب علينا أن نستشير محامي بذلك، وما خاب من استشار. النقطة التي ذكرها الأستاذ طه قبل قليل بالنسبة مع مراعاة، سحبناها أيضا على كلمة shall undertake. shall undertake يعني أنه هو الذي يتولى، فهو نعطيه حرية الإرادة بأن يتولى ما يشاء. أما بالنسبة للأخت الكريمة التي ترجمت هذه المقالة مسرات، أعتقد فهي أختنا، هي shall be entrusted with، بمعنى آخر أن هناك جهة أخرى سوف تقدم هذه الوظائف لها. بقية الترجمة صحيحة طبعا. يلتزم رئيس المجلس المحلي بقرارات المجلس، يلتزم هو shall abide by، the head of the local council shall abide by، نعم ممتاز، the decisions of the council and the local council، نعم ممتاز. باقي أن تضعيها capital letter أختي الفاضلة لكي تكون واضحة. اعتبارا من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون، as of the date of this law entering into force، هذه أنا أجدها جميلة وصحيحة وممتازة. يعين في كل بلدية مدير تنفيذي، an executive manager shall be appointed in each municipality provided that he meets the following conditions. ممتاز يا مسرات اللي ترجمتها، من ترجمها؟ أعتقد مسرات، أليس كذلك؟ رفع الأيدي رجاء، أود الحديث مع الشخص الذي ترجمها. أعتقد مسرات، أين هو الشات؟ اختفى الشات، هذا يبدو أنها يعني ظاهرة سيئة. الصوت ذهب وعاد على ما أعتقد، لأن الإنترنت يتذبذب، هذا خارج عن إرادتنا طبعا. السؤال، من الذي ترجمها برفع الأيدي؟ أعتقد مسرات، هل أنت معنا مسرات موجودة؟ أود أن أطلب إليك الترجمة الصحيحة 100%، لا يوجد أي مشكلة، وسيسألك الزملاء وأسألك أنا كيف تمكنت من ترجمتها بطريقة صحيحة. وهذه أعتقد أنها، أعتقد ربما يوافقني الزملاء أو لا، أنها ترجمة جميلة. تفضلي مسرات، أخبرينا كيف تمكنت من ترجمتها بهذه الطريقة. في الواقع لجأت للبحث في جوجل، وفي كتاب حضرتك وجدت بعض المصطلحات ما استخدمتها فقط. نعم هذا هو إذن. طيب شكرا لك، بارك الله بك. إذن هناك كان بحث، وكان أكيد بحث مضني لأن نصل إلى هذه الترجمة الجميلة. هل تعتقدون أنها جميلة أم لا؟ تعالوا نصوت، انسوا كلامي، ربما أكون أنا متحيز لا أعرف. هل تعتقدون أن هذه الترجمة جيدة، أو على الأقل يعني هذا التعبير، هل تعتقدون أنها جميلة؟ لا. إذا كان جميل، الرقم واحد في الشات، أو نعم نعم أو واحد أو كذا، يعني تمام. على كل حال، هي نتيجة البحث والتعب، لا شك أننا في النهاية نصل إلى نتيجتنا. يحدد الوزير فئة البلدية المحدثة وفقا لأحكام المادة من هذه المادة إلى آخره. The minister shall determine the class of the updated municipality in accordance with paragraph A of this article. هي ليست updated، غالبا أن تكون يعني established، يعني أعتقد محدثة يعني مؤسسة، the updated ليست محدثة، يعني أكيد ليست محدثة، الله أعلم. على كل حال، لا نعرف النص الأصلي كيف كان، فغالبا the established، the established، ليست updated أكيد، يعني لأن المunicipality إذا أردت نقول upgraded، لكن ليس updated. updated يعني أنه وصلتها المعلومات الأخيرة. فهذه من الفروقات المهمة بالنسبة لنا. وفقا لأحكام فقرة ألف من المادة كذا، هي in accordance with، نعم established، نعم. طيب، يمارس المجلس في بلديات الفئتين الأولى والثانية، the council shall assume in the municipalities of the first and second classes the powers of the
لواء سيتيز، لا هي لواء، لوائية، لوائية يعني ديستريكت. ديستريكت سيتيز يعني تابعة للواء. اللواء نترجمها ديستريكت، القضاء سب ديستريكت. أما في دول أخرى مثل عمان على سبيل المثال فولاية يترجمونها ولاية كما هي. عندما تتحدثين عن اسم القانون حبذا لو أنك تعملينه capital case هكذا. and buildings، ويبدو أن الترجمة يعني لا يوجد فيها إشكال، أشياء كثيرة. هناك فقط كلمة تؤرقني، تنظيم، هل هي organization أم regulating؟ regulating تستخدم لتنظيم النشاط، أما تنظيم القرى يعني أعتقد أنها planning. فهل يمكن أن تتأكدوا منها؟ التخطيط للمدن، تنظيمها، هو هناك مصطلحات خاصة في البلديات لا أذكر، أعتقد أن تنظيم إما organization أو planning، تنظيم ال يعني أعتقد أنها planning، لذلك نحتاج إلى قاموس متخصص. لا أريد أن أصلحها لأنني أعتقد regulating تستخدم دائما ل الأمور التنظيمية وليس للبلديات وغيرها. بهذا نكون قد انتهينا الآن من هذه النقاشات التي كانت لدينا. نعود إلى الشريحة الأولى التي بدأنا وانطلقنا منها، وكانت تقول لنا ما المشكلات التي تواجه المبتدئ في الترجمة القانونية؟ وسؤالنا لكم، هل تعتقدون أنكم تعرفون ما هي هذه المشكلات أو بعضها؟ وما هي الأخطاء القواعدية النحوية؟ هل هي أخطاء أسلوبية؟ هل هي بالكلمات؟ إلى آخره. هذا التطبيق العملي أحببنا أن نكسر الروتين من أجل أن ننتقل من النظريات إلى العمل، لكننا في المحاضرات القادمة سوف نتابع بشرح الأشياء النظرية في الكتاب. نريد أن ننبه أننا غدا وبعد غد لن يكون هناك محاضرة بسبب ظروف خاصة، فأجلنا الموضوع ليوم الجمعة إن شاء الله. ستصلكم بالتالي عن طريق الإيميل أي تحديثات. وما زالت جميع المحاضرات هي في الساعة 10 مساء بتوقيت الأردن، يمكنكم أن تنظروا في توقيتاتكم الأخرى. أترك المجال الآن للنقاشات وكلنا آذان صاغية. أتمنى أن تكون نقاشات دائما عن طريق رفع اليد للتحدث، لأنني لن أستطيع أن أركز على الشات لأسباب ذكرناها سابقا. تفضلي إيمان فايز. أستاذ محمد، لدي سؤال بخصوص آخر جملة قمت بترجمتها، يتعلق بالpunctuation. إذا سمحت حضرتك. أيوة، هنا بالنسبة للأبوستروفي بعد كلمة classes، هل مكان، يعني هل المكان هنا صحيح؟ يعني هل تقسيم الجملة في هذا الموضوع صحيح؟ لا غير صحيح. الفاصلة يعني ربما مررنا عليها بسرعة صراحة، لأني أشعر الآن بمشكلة كأنه بحلقي، لا أعرف لسه. الأخت الفاضلة مسرات، يعني عندما تضعين فعل إيمان تقول لك لا تستطيعين أن تكون هناك فاصلة، ويجب أن تكون المفعول به لأنه لا يوجد فصلهما عن بعض. نعم صحيح كلامك، تمام، نعم شكرا أستاذ الله محمد، يبارك فيك. شكرا، شكرا لك على الملاحظة الدقيقة. قبل أن شكرا لك. ننتقل إلى مسرات أود أن أخذ عزة صراحة لنسمع منها أي شيء. أنا آسف عزة، تفضلي. عزة الميكروفون معك، رجاء تشغيل الزر الخاص بالميكروفون لكي نتمكن من الحديث. تفضلي يا عزة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نحن نتابع نشاطك دائما ما شاء الله، شعلة من النشاط، فأهلا وسهلا بك. بعض الجهد حضرتك نقتبس منك الحماس. الله يحفظك يا رب. حضرتك كده، انا جئت ابحث عن اجابات عن حضرتك فخرجت باسئله اكثر من كانت في دماغي. هذا وضع صحيح. نعم تفضلي، هذا الوضع الطبيعي. نعم مشكلتي في المفردات وقت word choice و word usage. هل حضرتك، يعني هم عندهم نظام قانوني في كندا واستراليا وبريطانيا ويونايتد ستيتس، طب احنا ممكن ان احنا نتبنى النظام منهم ولا نعمل ايه؟ ازاي نحل مشكلتنا مع الفضاء؟ نعم هذا هو السؤال الأول الذي لديك، هل يوجد أي سؤال آخر يا عزة؟
السؤال الآخر حضرتك، بالنسبة إن أنا أبحث في النت على الـ structures اللي هي الجاهزة زي اللي حضرتك وريتنا ديت، يعني إزاي مبتدئ يعرف إن هو ده الصحيح اللي محتاج ياخده إذا نعم كان ما قرأش لسه وما بحثش كفاية ومش متأكد إن هو ده الفورم المفروض يستخدمه، يعرف منين أو يقيسه على أساس المقياس؟ السؤال الثاني أعتقد لم يكن واضح بالنسبة لي. إذا كان هناك مبتدئ وهذا المبتدئ يريد أن أبحث عن كلمات، أنا لم أفهم بالضبط. ايوه حضرتك، يعني حاجه زي عباره ينشر في الجريده الرسميه نعم او نعم هذه طيب لها المعاني مبينه قوانين كل منها، هو هيلاقي structures، هو ممكن ما بيبقاش عارف اني فيهم الاصح واني فيهم المستخدم بحكم قله خبرته، فهل في مقياس نقيس بيه ان هو ده المستخدم؟ يعني مثلا الشيوع والله يا عزة، هو في الواقع بالنسبة لسؤالك الأول حول ما يتعلق باستخدام الكلمات، من أين نأتي بها؟ من أمريكا، من نيوزيلندا، من غيرها؟ هو في الواقع لا نعرف، يعني نحن ما زلنا، شخصيا أنا ما زلت أعمل وفقا لمبدأ الخطأ والإيرور أند ترايل. one moment، هناك مشكلة في الصوت على ما يبدو. هل الصوت مسموع؟ إذا كان الصوت مسموع رقم واحد. هل الصوت مسموع؟ الصوت مسموع الآن أعتقد. أنا متأسف بموضوع الصوت، لا أستطيع أن أفعل به أي شيء، ستكون هناك انقطاعات. عزة، هل صوتي مسموع لك؟ أنت تسمعينني الآن؟ طيب ممتاز، طيب ممتاز. كان هناك مشكلة يعطيني ريكونكتد مع أن الإنترنت يعني لا مشكلة فيه، لا أعرف ما القصة. بالنسبة للموضوع الأول، نحن ما زلنا في الـ Error and Trial، يعني Trial and Error وتصليح وغيرها، ونأخذ من هنا وهناك، وهو الموضوع سيء جدا وصعب، صعب جدا، لا نستطيع أن نحل هذه المشكلة ولا يوجد أي حل، وكل إنسان يجب أن يتخذ حله بنفسه. أما بالنسبة لسؤالك الثاني، على المبتدئ في الترجمة أولا قبل كل شيء أن يتوجه إلى القوانين المترجمة بطريقة صحيحة طبعا، ويدرس ما أمكن منها ويقرأها، لأن القراءة مهمة جدا، وعندها يمكن أن يتبين فيما بعد له ما هو الصواب من الخطأ، ذلك إن لم يكن هناك له مرشد في أكاديمي، وأنت تعرفين أن المتدرب يحتاج إلى مرشد قبل أي آخر، ليس معلم إنما مرشد، لكي يخبره ما هو الصح من الخطأ. إذا عمل دون مرشد، دون شيخ له يدرسه، سيضيع تماما. شكرا عزة على أسئلتك، أعتقد أن هناك عدة أشخاص يريدون أن يسألوا، لكنني أهتم بسماع رأيك دائما، فجزاك الله خيرا. مسرات، أنت صاحبة الترجمة الأخيرة وهي ترجمة جيدة برأيي الشخصي، وأنت تودين المشاركة، تفضلي. السلام عليكم. أستاذ محمد، أنا خلال الترجمة في كلمة regulating وكلمة لوائية، لا أنا استخدمت أو بحثت عن طريق الإنترنت في جوجل وطلع معي أصلا قانون البلديات، أعتقد الأردني، نعم لم يعني لم أقرأه كامل، فلاحظت يعني استخدام regulating واللوائية بالطريقة اللي أنا كتبتها في البداية، ف يعني أصلا أنا احترت في استخدام district أو لوائية والregulating أو organizing. هو في الواقع مجرد أن يكون هناك قانون مترجم لا يعني أنه مترجم صح طبعا، ومئة بالمئة كلمة لوائية التي كتبت بهذه الطريقة غير صحيحة، لأن الإنجليزي لن يفهم منها شيئا، لن يفهم منها شيئا نهائيا. وregulating أيضا فيها خطأ، لأن organizing ممكن، planning ممكن، لكن regulating معنى المقصود أنه لدينا مهنة نريد أن نعطي فيها تراخيص، نريد أن نعطي فيها طريقة للعمل، لكن regulating cities يعني أنا وضعت عليها بالخط الأحمر، لأنني صراحة لا أستطيع أن أتخذ قرارا من أجلها. حتى استخدام taking into account موجودة مع مراعاة تقريبا نفس والله المشروع إذا كانوا كاتبين مجرد taking مستخدم. into account في ذلك القانون، فمعنى ذلك أن هناك مشكلة كبيرة جدا به بالترجمة، مشكلة كبيرة جدا، لأنها غير مستخدمة نهائيا، والله أعلم. لأن أنا وجدت في كتابك مستخدم subject to، subject to ممكن، ففعلا احترت subject to نعم استخدام subject to يعني وهذا المستخدم. That's it.
شكرا لك، بارك الله بك. شكرا لك. ننتقل إلى بلقيس، تفضلي إليك سؤال يا بلقيس. السلام عليكم. لو سمحت لي بس حضرتك محتاجة أكد على حاجة في رد حضرتك على أستاذة عزة، بالنسبة لإزاي نحدد المفردات دي نستخدمها أو لأ. يعني أنا بحثت في الموضوع ده كتير، فحابة بس أقول رأيي فيه. يعني مثلا إحنا في ناس بتستخدم الخصم litigant وناس بتستخدمها opponent، تمام؟ الفيصل في الموضوع ده إني أروح مثلا لقاموس زي كولينز وأشوف تعريف، حضرتك سامعني؟ نعم تفضلي. أشوف تعريف opponent وتعريف litigant. مثلا أنا جبت ده كمثال، أنا رحت كولينز تعريف opponent: a person who opposes another in a contest, a battle, etc etc. يعني ده معناه إن هو خصم في منافسة، في معركة أو ما شابه، ملهاش تعريف تاني في كولينز أو في أي قاموس قانوني غير كده. دي اللي هي opponent. litigant بقى a party to a lawsuit برضه في كولينز. ودورت في حاجات كتير جدا على إني ألاقي ال opponent أو adversary حاجة لها علاقة بال lawsuit، ما لقيتش. إذن أنا اعتمدت إن أنا بستخدم في كل شغلي litigant. ده الفيصل هنا، ان انا الاقي ليها معنى مرادف في قاموس legal ومستخدمه بتعريف related للقضيه. مثلا لو انا بترجم ملف قضيه او مترجم او قرار محكمه، مثلا كلمه زي appellant appellee، في ناس بتقول المطعون ضده appellee، تستخدم appellant و appellee، وناس تستخدم appellant و respondent. فانا رحت برضو للقاموس ولقيت ان appellee a person who is accused or appealed against, where respondent a person against whom a petition or appeal is brought. اذا هنا appealee و respondent صح، اقدر استخدم دي او اقدر استخدم دي. بس يعني هو ده فيما يتعلق بالكلمات هذه، يعني من الصعب جدا مش صعب ايجاد حل لذلك. فهو ما فيش بالنسبة حل لموضوع نقدر respondent، نوحدها. عفوا، بالنسبة لل respondent، تمام، تفضل. هي المشكلة التي تجد لدينا كلمة respondent أو غيرها. respondent عادة تستخدم في سياق آخر، وهو ما يسمى المشتكي والمشتكى عليه، وهي قضية جزائية تكون. بالقضايا الجزائية هناك مشتكي ومشتكى عليه، في القضايا الحقوقية هناك مدعي مدعى عليه، plaintiff وغيرها. نعم. بالنسبة لموضوع الأبيلي والأبيليت والهذا، هنا لدينا مشكلة في الدول العربية. كل دولة تستخدم المصطلحات الخاصة عندما تترجم من العربية الإنجليزية. في سلطنة عمان مثلا يستخدمون أبيليت اللي هو المستأنف، أما المستأنف ضده أبيلي، أبيلي يستخدمونها. أنا بالنسبة لي أضطر أستخدم أبيلي، لأن نعم فحسب كل دولة على حدة، يعني تجدين ما هو الترند الموجود يعني عندكم، ويضطر وده الإنسان محتاج يستخدم. خلفية قانونية وقراءة في المحاكم، في سوري، في قرارات المحاكم باللغة الإنجليزية وقراءة في اللغة العربية في القانون، عشان يبقى عندنا خلفية نقدر نفهم المصطلح قبل ما نترجمه. مش بس إلى حد ما، إلى حد ما كلامك صحيح لو كان لدينا الوقت الكثير، لكننا في معظم الأحيان لا وقت لدينا، وعندنا ديدلاين ويجب أن نقدم العمل، فنضطر إلى استخدام أي طريقة كانت، ونضحي بعدم معرفة الناحية القانونية، نضحي أصلا بالمعنى، لأنه لا يوجد لدينا أي، لا يعني لا، من غير المعقول أن نكون مترجمين قانونيين في الوقت الذي يطلب منها ترجمة أشياء طبية على سبيل المثال، في الوقت الذي يطلب منها أشياء وهو ده بقى محاسبية. فائدة التخصص يعني. يعني عدم مؤاخذة، أنا أقول لك بلقيس سؤال، لما تقولي اتفضل. the report is qualified، شو معنى هذا الكلام؟ هل هذا شيء إيجابي أم الريبورت سلبي؟ سوري the report is qualified، هل هذا شيء إيجابي أم سلبي في المحاسبة؟ the report تقرير report is qualified، هل هذا شيء إيجابي أم سلبي في المحاسبة؟ أنا شغالة مترجمة قانوني، فلو أنا نعم. عندي خبرة محاسبية هقدر أجاوب. إذا يعني هذا الذي أريد أن أسأله بالنسبة للمحاسبة، لأنه تقول أنه qualified، فمعنى ذلك أن هناك مصيبة كبيرة، وأن الشركة تمام. لديها اختلاسات، لديها مشاكل، فصدر تقرير متحفظ عليه، المتحفظ qualified. تمام. أنا أود من خلال هذه الكلمة، أنني إن لم أكن محاسبا لن أفهم هذه الكلمات. بالطبع. نهاية الموضوع، أنا لن أكون محامي في يوم من الأيام،
ولن أكون محاسبا ولن أكون طبيبا، فلا يعقل ولا يعقل أن يطلب مني أحد أن أتقن كل هذه الأشياء معا، فلا بد في بعض الأحيان أن أضحي. أنا بالنسبة لي لو أريد أن أذكر سأقول أبيليت مستأنف وأبيلي مستأنف ضده، وهذا الذي عندي، ولا أستطيع أن أوجع رأسي في أشياء كثيرة جدا على حساب أشياء أخرى. أما بالنسبة لريسبوندنت وكومبلايننت، فهذيك المشتكي والمشتكى عليه، هناك أيضا يعني تعقيدات أكثر. فجأة يذكر مستأنف ثم وتأتي هذه الشيء التي ترد بالرد بالطعن وكذا، عندها أقول أنا لدي ديدلاين و... عندها لا يوجد... نعم عندها لا يوجد مجال إلا أن يذهب الإنسان ويشرب كأس من الليمون ويعدي إلى العشرة قبل أن يلعن الساعة الذي عمل فيها مترجما. أكثر من ذلك لا أعتقد أن نستطيع أن نفعل. الله نعم يبقى. أعتقد أنك تفهمين علي ما أقصد يعني، وأنا فهمك نعم. طبعا شكرا لك يا بلقيس، بارك الله فيك، وعليكم السلام. الإخوة الأفاضل، هناك فقط ملاحظة أننا نحب أن نتكلم باللغة الفصحى لأننا قد لا نفهم كثيرا يعني على بعضنا. الوقت انتهى، أود أن أسأل الأستاذ طه إذا كان لديه أي كلمات أخيرة ليتحفنا بها. تفضل أستاذ طه في خلال دقيقتين إذا أمكن أن يعني تلقي إضاءاتك على بعض هذه الكلمات قبل أن ننتقل إلى الناحية الإدارية لبعض ذكر بعض الأشياء. تفضل أستاذ طه. شكرا لك أستاذ محمد. أنا يعني عودا على بدء في دخلة الأستاذة، لا أذكر الاسم عفوا، يعني فيما يخص مع عدم الإخلال وعدم المراعاة، المشكلة أن القانون يتعامل بالكلمات، ومسألة أن هذه تساوي هذه إشكالية لدينا في موضوع التفسير. هناك قاعدة فقهية تقول، أو تساؤل فقهي يقول، هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ إذا كنت معي أو تسمعني أستاذ محمد. نعم صحيح نعم. هل النهي نعم. عن الشيء هل الأمر هل الشيء نهي عن ضده؟ لا، لو قلت لك لا تجلس، هل معنى ذلك؟ هل معنى ذلك قف؟ أكيد لا أستاذي الكريم، أكيد لا. لا هذه لا فهذه لدينا نعم هذه تسبب مشاكل كبيرة جدا. مع عدم الإخلال يكون كذا وكذا، مع مراعاة يحق، إن استخدم يحق، ولكن هي يعني ربما لأنها يعني لا تعاني كما نحن نعاني أما عندما نقدم العقود أمام القضاء ونحتاج إلى تفسير، الأمر معقد وليس كما تراه يعني. صحيح لا لا صحيح. لا لا صحيح أستاذ، إذا سمحت لي أستاذ طه، لا يوجد خلاف بيننا وبينك أبدا في الموضوع. لا. نحن متأكدون 100% من أنك ما تقول 100% صحيح، لكن القضية هي بأننا نحن كمترجمين كما ذكرت قبل قليل، والله نحن يكاد يشيب شعرنا، هو شاب، أنا بالنسبة لي شاب شعري من زمان. نحن نترجم في المحاسبة، نحن نترجم في الطب، نحن نترجم في الجيش، نترجم في كل شيء، وكل شخص يعني مستخدم مصطلحاته نضطر أن نراعيها قدر الإمكان، وفيها اختلافات كبيرة، فنحن نكاد نفقد عقلنا الصراحة. فلذلك أحيانا نقول والله لدي ديدلاين وأنا لا أسأل ماذا أفعل، يعني أكثر من ذلك صراحة خلص يعني يكفي، enough is enough يعني فعلا هذا. فنحن حتى بالنسبة لسبجكت 2 وغيرها يعني إيمان وأنا مذهلون تماما من الكلام اللي تفضلت فيه، ونحن نؤمن به ونعرف صح صدقا نعرف ذلك صحيح، لكننا كان نفقد عقولنا أحيانا، فيعني طيب ماذا نفعل في النهاية؟ عرفت علي كيف؟ ولكننا يعني 100% هناك أحيانا كلمات بسيطة، وحسب ما ذكر لي أحد المحامين أنه تمكن من قلب دعوة رأسا على عقب لكلمة ولفاصلة ولشيء من هذا القبيل، يعني فأكيد 100%. أنا سأذكر خبرتي في قضية كانت بمطالبة بمبلغ 300,000 دينار، وكانت يعني قائمة على خط بسيط في ترجمة عقد وتوقيع، يعني قد يعني الأشخاص الذين لا يزاولون مهنة المحاماة ربما لا يلتفت إليها، لكن عندما طعنا في هذه الكلمة وهذا التوقيع كان مدار القضية يقوم على التوقيع. التوقيع كما تعلمون يعني أنواع، التوقيع المعلق، التوقيع المفتوح، هناك من يكتب اسمه، هناك من يوقع ويرسم خطا،
أشكال التوقيع متعددة، لكن الفكرة هو أننا طعنا في التوقيع رغم أنه لا يلتفت إليه، تمام؟ فأدى ذلك إلى خسارة قضية بما يقارب ما يجاوز 4 مليون دينار من أجل هذا التوقيع. الكلمة أحيانا لدينا قد تقتل، يعني الكلمة الواحدة في تفسيرها قد يقتل. هو تأكيد لكلامك أستاذ طه، تأكيد لكلامك اللي تفضلت فيها، أنا كنت أترجم لمحامية ذكية جدا لغتها الإنجليزية والعربية جيدة، وكانت كنت أراجع معها المادة مرة مرتين ثلاثة أربعة، تقولي أنا لا يمكن أن أقدم قضيتي إلا أن أضمن أن لا يوجد خطأ في الترجمة، ثم ضحكت وقالت لي أن هذا ما أفعله مع كل المحامين الآخرين، يأتون بالقضية والترجمة فأطعن في الكلمات، أقول هذه الكلمة لا معنى لها، هذه الكلمة غير مفهومة، هذه الكلمة، فيخسرون القضية كلها أكيد، يعني 100%. طيب شكرا لك أستاذ طه، بارك الله فيك، الله يحفظك. لا 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 أبدا، لا بالعكس، ما في أي مشكلة. لا أود أن أعرف الآن إذا كان هناك أي محاضرات إدارية، ملحوظات إدارية فيما يتعلق في محاضرتنا اليوم، هل من هناك أي تعليقات، هل من هناك أي شيء ممكن أن نستفيد منه؟ لدينا أمينة تريد أن تتحدث، تفضلي يا أمينة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا، أود أشكرك أستاذ على المحاضرة، كانت بالخطأ فقط. نعم أوكي. رفعت يدي بالخطأ لكن ما أدريش، حبيت بس عندي إضافة فقط. نعم. هي تجربة، أنا كمبتدئة جربت لعبة كريمين ماركيز، كانت مفيدة بالنسبة لي. نعم. إذا أنت تتحدثين عن كريمينال كيس وجربتها كانت جيدة. أمينة تتحدث عن لعبة على فيسبوك اسمها كريمينال كيس، كنت من فترة نصحت جميع المهتمين أن يدخلوا اللعبة، لأن هناك تبادل حوارات بين المحقق والضحية وغيره، وهناك استخدامات جميلة جدا باللغة الإنجليزية، فلا شك أنها مفيدة في ذلك. شكرا لك أمينة على هذه الملاحظة، شكرا على وجودك معنا أيضا. إذا لم يكن هناك أي استفسار، أعتقد بأننا نستطيع أن ننهي هذه الجلسة، سننهيها اليوم. تذكروا أنه غدا ويوم غد لا يوجد أي محاضرة، نلتقي بإذن الله تعالى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن نلتقي بيوم الخميس، لأن اليوم ثلاثاء، فأعتقد يوم الخميس أو الجمعة لا أذكر، لا أعتقد يوم الخميس، نعم، أن حددنا المحاضرة القادمة. سندخل في الموضوعات النظرية الخاصة باستخدامات الإلزام، الإلزام الإيجابي، الإلزام السلبي، يعني المنع والإلزام، استخدامات شل، استخدامات ماي، سنذكر بعض الأشياء المتعلقة باستخدامات اللغوية مثل الاستثناء، مثل الشرط، مثل هذه الأشياء كلها، وذلك بصحبة كتاب دليل التدريب العملي في الترجمة القانونية، وأهم من ذلك بصحبة أستاذنا الغالي الأستاذ طه حجازي، مستشار ومحامي في الأردن، وبصحبتكم أنتم أيضا، لأنه لولاكم لما عملنا أي محاضرة. نشكر لكم حضوركم، نشكر لكم مساهمتكم ومشاركتكم في هذه المحاضرة، نلقاكم على خير بإذن الله تعالى. لا تنسوا التسجيل، أنه سيكون متاح خلال 24 ساعة إن شاء الله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.